صباح الخير. مثل ما بتعرفوا آخر شهرين وشوي أسيس حكمات كان مخصص 9 أسابيع لدراسة معمقة في سفر الرؤيا، وعطاها كتير من الوقت بالدراسة والأبحاث، وعطانا مادة دسمة من التعليم بهالسفر اللي يعتبر من أصعب الأسفار الكتابية. أول شيء بنشكرك أسيس حكمت على هالمجهود اللي عملته. واجباتنا يا عمي. وعلى حرصك على تعليمنا كلمة الرب بكل أمانة. شكرا. اليوم من بعد 9 حصص بسفر الرؤيا رح يكون عنا نوع جديد من التعليم، اللي هو رح يكون اليوم عم نعمل أسئلة وبحث في سفر الرؤيا. في كم سؤال عنا هن اجونا رح نسألهم لأسيس حكمت. للمشاهدين اللي عم يحضرونا عبر سات 7 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كمان منشجعكم ترسلونا بأي سؤال عندكم إياه على سفر الرؤيا مباشرة على اللينك الاجتماعي اللي عم تحضروه مباشرة هلا، ونحن رح نجاوبكم على أسئلتكم خلال هيدا الاجتماع. رح نحاول نجاوبكم على أسئلتكم. وللي منكم هون كمان عنده أسئلة رح نترك لكم هيدا المجال. أسيس حكمت، بال9 أسابيع اللي كنت عم تعلمنا فيها على سفر الرؤيا كان في 9 مواضيع مختلفة. حلو هيك نرجع ناخد إذا بدك مراجعة عامة على كل العظات. فهل فيك ترجع تذكرنا بأول عظة عن شو كان الموضوع، عن شو كنت عم تحكي؟ هدف العظة الأولى كان إنه نكتشف قديش سفر الرؤيا غني، غني بالتعليم، بحر، ويصعب علينا سبر غوره، نص عميق جدا محشو بالصور والرموز. ونحن وعم نتأمل بالعظة الأولى تعلمنا مع بعض إنه سفر الرؤيا هو رسالة موجه للكنائس السبع وبالتالي كل الكنائس، وهو أيضا كلمة نبوية، رسالة نبوية يخاطب كل إنسان في كل مكان وكل زمان. وأكثر من هيك هو نوع من الأدب الرؤيوي يلي بيستخدم الصور والمجاز لحتى يخبرنا عن سير التاريخ ونهاية الزمن. والمطلوب منا أنه نفك الرموز، لأن الصور تتقدم على الكلام والمجاز على الحرفية، ونفهم هذا السفر كما يجب. فهو السفر لنا اليوم. أنا بعرف عدد كبير منا بيتجنب سفر الرؤيا وما بيحب يدرسه، فارجعوا اسمعوا هالعظات 9-10 مع اليوم، بتساعدكم وبتعطيكم مفاتيح مهمة جدا لتفهموا هذا السفر يلي بخاطب كنيستنا اليوم وكل كنيسة في هذا العالم. فالهدف كان يشجعكم وأعطيكم بعض المفاتيح. حفظ الكتاب المقدس شيء كتير مهم، لكن فهمه بالطريقة الصحيحة وتطبيقه بالطريقة المقدسة هو المطلوب. أمين. بالحديث عن الكنائس السبعة منشوف إنه كان في بعض التشابه وكان في بعض الفروقات. نعم. اليوم نحن شو الدرس اللي منتعلمه من هالرسائل للكنائس السبعة؟ الرسائل السبعة مثل ما قلت هني لكل كنيسة، ومن كل كنيسة منتعلم. منتعلم الأمانة، منتعلم ضرورة التوبة، منتعلم ضرورة امتحان النفس. الشيخ يوحنا الشيخ لما كتب هو بيعرف كلام المسيح، قال إنه في الأيام الأخيرة اللي كثرت الإثم تبرد محبة الكثيرين، أما الذين يصبرون إلى المنتهى فهم يخلصون. فيوحنا يلي واعي لهالحقيقة بسبب الشر الموجود عم بحض الكنيسة ويشجع الكنيسة، حافظوا على إيمانكم، إذا في اضطهاد ما تنكروا الرب، حافظوا على إيمانكم، على قداستكم، خلي عبادتكم تكون طاهرة، ما تتلوثوا بعبادات تانية موجودة حول منكم، حافظوا على قداستكم، حافظوا على شهادتكم في العالم، لأن العالم سيضطهدكم لكن أنتم ما تستسلموا، عيشوا بشهادة صادقة قدام الرب. أمين. العظة الثالثة كانت بعنوان من هو يسوع المسيح بسفر الرؤيا. هل فيك تذكرنا من هو يسوع في سفر الرؤيا؟ حافظة الوعظات، برافو عليك. السفر الرؤيا الفصول كلها في تركيز على الرب يسوع المسيح بشكل قوي جدا. وكاتب السفر يلي بيعمله هو انه بيقتبس ايات من العهد القديم كخيوط بينسجها مع بعض بثوب جديد ويقدمها لنا ويكشف لنا انه صفات يهوى في العهد القديم، طبيعة يهوى في العهد القديم، الايات التي ذكرت عن يهوى في العهد القديم ولم تذكر الا عنه أخذها وطبقها
وقال هيدي تشير إلى الرب يسوع المسيح، لأنه أمامنا هو الله الذي ظهر في الجسد. عمانوئيل هو حضور الله بيننا، ويوحنا يلي عم يكتب هو يلي كتب بحسب ظن الكثيرين إنجيل يوحنا، يلي ابتدى في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله والكلمة صار جسدا وحل بيننا. بنهاية السفر هو اللي كتب كلام توما لما قال لما قام الرب يسوع المسيح وقال له ربي وإلهي، والكلام موجه للرب يسوع المسيح. هو اللي كتب عن فيليبوس يلي إجا لعند الرب قال له أرنا الآب وكفانا، قال له لي زمان هذه مدته ولم تعرفني يا فيليبوس، من رآني فقد رأى الآب. فسفر الرؤيا بيكشف لنا بطريقة جديدة لاهوت الرب يسوع المسيح. ماذا عن العبادة اللي هي كانت موضوع الوعظة الرابعة؟ نعم. هل هي محددة بالعبادة بالكنيسة نهار الأحد؟ العبادة بسفر الرؤيا موضوع كتير مهم، فصل الرابع والخامس، وفي له اهتمام خاص عند يوحنا يلي حاول هو يقدم السجود للملاك ورفض. الملاك قال له أبداً العبادة هي فقط مخصصة لله. ولما انكشفت السماء قدام يوحنا وشاف المشهد السماوي يلي كان بالوسط، هو مش الإنسان هو الله، وكل الخليقة عم بتقدم سجودها لله. وشغف وقلب يوحنا إنه صلاة الرب يسوع المسيح اللي علمها للكنيسة إنها تتحول وصارت رجاء ليوحنا لأبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك كما في السماء لتأتي كما في السماء كذلك على الأرض، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. فشغف يوحنا إنه هيدي الصلاة وهالكشف الإلهي اللي شاف الله في الوسط والكل يسجد له، إنه هيدا الشيء يتحقق على هذه الأرض. وذروة العبادة بالفصل الخامس بإنجيل بسفر الرؤيا بينتهي بالعبادة التي تقدم إلى الآب والابن ليكشف لنا من جديد طبيعة ولاهوت الرب يسوع المسيح الذي يسجد له. يسجد له. آمين. الوعظة الخامسة كانت بعنوان الغلبة، هي كانت أحلى وعظة لإلي بسلسلة الرؤيا. إن شاء الله بتضلك غالبة. كيف منغلب اليوم بعالمنا اللي نحن عايشين فيه؟ خلينا أربطها بالعبادة. العبادة مثل ما قلت وشرحت قبل شوي، وأكثر من هيك ما فينا نفهم العبادة إنه أنا بس بجي على الكنيسة الأحد الصبح وبقدم عبادتي والتنين للسبت بعيش حياة طبيعية، أبدا عادية كلا. قصد الكاتب بسفر الرؤيا قلنا إنه العبادة الصادقة هي من جهة عبادة لهذا الإله الأوحد الوحيد الواحد، الإله الواحد الآب والابن والروح القدس، وأكثر من هيك هي رفض للظلم الموجود بالعالم. فأنا لما برفض الظلم والعنف والقتل وكل ما يحدث، وكيف نظام الإمبراطورية الرومانية وكيف عم تطلب العبادة لنفسها وعبادة الإمبراطور، لما أنا برفضها مع العبادة الصادقة كن أنا عم بعبد بالروح والحق كما ينبغي. من هنا الغلبة. فالغلبة للكنيسة مش أنها تساوم على الحق، الغلبة أنها تعيش بأمانة حتى النهاية. فالغلبة في الكنيسة الأولى هو أولاً أنه نشهد عن الرب يسوع المسيح في كل مكان، يعني أنا بغلب مش بحمل السلاح وبروح بقاتل الناس، أنا مش هيك بغلب، ولا بغلب بالطريقة يلي فيها بنسحب وبنعزل وبختبئ بالمغاير وبقول أنا شو ما بده يصير بالعالم يصير، أنا ما بهمني هذا العالم، هذا العالم فيني، ولا بحمل سلاح وبقول بروح بقتل الناس وبغلبهم بعمل حرب عليهم بالسيف، ولا بنزوي وبنعزل. طب كيف بربح وبغلب؟ بإني قاوم بالمقاومة. أي نوع مقاومة؟ من خلال السلام، المحبة، إعلان إنجيل السلام، خدمة الناس، محبة الأعداء، الصلاة من أجل الذين يضطهدوننا. فنحن ككنيسة خاصة بهذا الشرق اللي نحن أقليات، في درس كتير مهم لإلنا، نحن حضورنا المهم مش عددنا، الحضور المسيحي بسبب أمانتنا للرب وشهادتنا الحية بتعطينا الغلبة الحقيقية. فأنت أيها المؤمن إياك أن تستسلم، تقول الظلم اليوم والظلام يسود هذا العالم، خليني أطلع أقعد على شي جبل وصلي. كثير منيح تطلع وتصلي بالليل، بس بالنهار عيش بين الناس اشهاد عن الرب يسوع المسيح وحبه من كل قلبك، ولما بعم السلام والفرح
والمحبة الإلهية بين الناس ساعتها بتتحقق مشيئة الله على الأرض. فطولت عليك، لكن باختصار الغلبة ليس بحمل السلاح ولا بالإنعزال، هو بشهادة حية بين الناس. أمين. وهيدا الشغل اللي عنا إياه نعمله كل يوم. بالوعظة السادسة تكلمت عن الروح القدس. نعم. هل فينا نسألك اليوم ما هو دور الروح القدس في سفر الرؤيا، وهل هو نفس الدور اليوم للروح القدس؟ نعم. الروح القدس بسفر الرؤيا أول شيء بيسميه الأرواح السبعة، لأنه هو الروح بكماله، هو الروح القدس، هو اللي بيعطي السلام والأمان ببداية السفر، وهو جزء، هو واحد من، هو إله من الآلهة الثلاثة، هو الثالوث الأقدس في الثالوث الأقدس. ففي بداية السفر منشوف نعمة لكم والسلام من الكائن والذي كان والذي يأتي، هيدا الآب، ومن السبعة الأرواح هذا الروح القدس، ومن يسوع المسيح هذا الابن. فافتتاحية سفر الرؤيا هي افتتاحية ثلاثية، إشارة إلى أن إلهنا أب وابن وروح قدس. فمن هون دور الروح القدس الفعال في الكنيسة وفي عمل الكنيسة. فالروح القدس نحن نعيش بالروح وفي الروح، هيدي دعوة السفر. وأكثر من هيك، نحن نستطيع أن نشهد ليسوع المسيح بواسطة الروح القدس. يعني إذا أنت متكل على قوتك لتشهد عن الرب، ما فيك تسقط قدام الخطية، ما فيك تقاوم الخطية. كيف أنت بتقاوم الخطية والشر؟ من خلال قوة الروح القدس الساكنة فيك. فهل أنت ممتلئ من الروح القدس؟ هل الروح القدس هو فيك؟ وبعدين الروح القدس هو يلي بياخد رسالة الإنجيل وخطة الله إلى هذا العالم من خلال شهادة الكنيسة. ففي رجاء جريء بسفر الرؤيا أن الأمم ستخلص، لأنه كاتب السفر عنده يقين بقوة وعمل الروح القدس في هذا العالم. آمين. بالوعظة السابعة أسيس حكمة حكيت عن النكبات والويلات. هل فينا نعرف هل تمت، هل عم تتم، هل رح تتم، هل إلى وقت معين؟ ثلاثتهم مع بعضهم، النكبات والويلات. سفر الرؤيا بيكشف لنا خطة الله وكيف أنه هو بدين الشر، لكن ما بيكشف لنا توقيت الأحداث. يعني ما في ولا محل فيك تقول سنة 2015 بده يصير هذا الحدث، 2028 بده يصير هذاك الحدث إطلاقا. كل أحداث التاريخ في سير التاريخ بيشملها سفر الرؤيا، تبهوا بيشملها، لكن ما بيحدد توقيت الأحداث وقت معين. فإلهنا إله هو رب التاريخ وفوق التاريخ وبيتخطى التاريخ، وكل هالأحداث عم بتصير وصارت ورح تصير في المستقبل إلى يوم مجيء الرب. آمين. ماذا عن الحكم الألفي اللي هو كان كمان موضوع أحد عظاتك، العظة الثامنة؟ نعم. حكينا عن الحكم الألفي وهالموضوع محير كتار. فهل نحن عايشين فيه؟ هل رح يجي؟ هل هو شيء ملموس؟ بدنا نسمع زمن؟ الوعظة، بدنا نسمع الوعظة كلها لأنه موضوع صعب. بس باختصار بقدر أقول إنه البعض بيقول إنه الحكم الألفي بعد ما صار بيبدأ من بعد مجيء الرب يسوع المسيح، وبيبدأ الحكم الألفي. البعض الآخر بيقول لا، الكنيسة تزدهر وتنمو إلى أن تدخل الملك، هيدا الملك الألفي، ومع نهاية الملك الألفي يأتي الرب يسوع المسيح. والبعض بيقول الملك الألفي هيدا الرقم مجازي مثل كل الأرقام في سفر الرؤيا، والمقصود فيها أنه نحكم مع المسيح. فالأشخاص اللي بيموتوا خاصة الشهداء مثل ما سمعنا صار مبارح للأسف بمصر، هود الآن يحكمون يملكون مع الرب يسوع المسيح. فالأشخاص يلي بيعيشوا باضطهاد بسفر رؤيا الفصل الثالث هن رح يملكوا مع المسيح، لهم ملك إلى ما لا نهاية. آمين. بس حابب أقول إنه بعض التعليقات اللي عم تجينا على الفيسبوك، في كتير أشخاص عم بيضموا صوتهم لصوتك بالتعزيات لمصر وبيشكروك على هذا الشيء. آمين. وفي ناس عم يسألوا إذا فينا نجمع سلسلة سفر الرؤيا بلينك واحد على يوتيوب. نحب نقول لهم إنه هيدا الشيء موجود على يوتيوب الكنيسة Resurrection Church بيروت. فيكن تفوتوا وفي سلسلة خاصة بسفر الرؤيا، فيكن تتمتعوا بكل هالتعليم اللي عم تسمعوها من أسيس حكمت. أسيس حكمت. نعم. بآخر وعظة بسفر الرؤيا كانت عن أورشليم الجديدة. عادة بس نسمع أورشليم نفكر بأورشليم الموجود اليوم على الأرض، البقعة الجغرافية. نعم. في جنوب لبنان. هل هي أورشليم الجديدة اللي تكلمت عنها؟ أبداً أبداً، لأنه بيحكي عنها أورشليم نازلة من فوق، فهي أورشليم السماوية النازلة من فوق.
ابدا ما بيعطي اهتمام لاورشليم الارضيه بسبب، واذا ذكر كلمه اورشليم لما تحمل من معاني ومجازي، لكن مجاز، انما اورشليم الارضيه بالنسبه ليسوع المسيح اليوم للرب الارض وملؤها المسكونه والساكنين فيها. الله أرض المقدسة هي كل هذه الأرض، وكل الوعود تحققت بالرب يسوع المسيح، فأرضنا المقدسة هو الرب يسوع المسيح، الهيكلنا هو الرب يسوع المسيح، الخروف المذبوح هو الرب يسوع المسيح، رئيس كهنتنا هو الرب يسوع المسيح، يسوع صار الكل وفي الكل. الأورشليم بحسب سفر الرؤيا أول شيء نازلة من فوق، هي الفردوس المفقود، هي أكثر من ذلك، هي المدينة المقدسة، هي الهيكل، هي حضور الله، هي جماعة المؤمنين، هي العروس كنيسة المسيح. وبسفر رؤيا بقول لم أرى فيها هيكلا، لأن الرب الله القادر على كل شيء هو والخروف هيكلها، فمش بحاجة لهيكل للتلاقي مع الله، لأنه المدينة كلها هي حضور الله هو الله. يعني الله غير عنوان سكنه بسفر رؤيا وانتقل من السماء إلى الأرض ليسكن معنا إلى الأبد. أمين. أنت وعم تحكي عن الروح القدس ذكرت أنه أقنوم، وفي يوسف عم بيسأل أو عم بعلق، أقنوم من الأقانيم أم إله من الآلهة؟ كلمة أقنوم يعني شخص، فالله هو إله أحد، إله واحد، والآب هو في طبيعته إله، والابن في طبيعته إله، والروح القدس في طبيعته إله. والآب والابن والروح القدس هن ثلاث أشخاص أو أقانيم، قنومو بالسرياني، لهذا الإله الواحد. فنحن إلهنا إله واحد، لكن منه وحيد، هو وحدته جامعة، هو آب وابن وروح قدس في إله واحد. أمين. بسفر الرؤيا بإصحاح 5 بيحكي عن سفر مكتوب من داخل ومن وراء مختوم بسبعة ختوم. نعم. شو محتوى هيدا السفر؟ طيب بدنا نفتح مع بعض سفر الرؤيا، لكن الفصل الخامس، وهذا الشيء بيساعدنا نشرح النص كما هو. نعم، في حديث عن سفر مكتوب، وما صار لي أوعظ عن هذا الموضوع المهم. بقول مختوم بسبعة ختوم لأنه كان في عادة رومانية قديمة في ختم السقوق، وأنتم بتعرفوا السق أو الكتاب كان مكتوب على ورق البردي أو الرقوق، الرق جلد الحيوان، وكان ينلف الورق البردي، ينلف مثل درج، وكان لما ينلف ينحط له شريطة وينحط له شمع، وبعدين ختم الملك أو الوزير أو الحاكم أو أو أو. فهيدا السفر في له سبع ختوم، سبعة. فلحتى أقرأ شو في بقلب السفر أنا بحتاج إنه شو أعمل، إنه فك أول واحد وتاني واحد والسبعة لا أقدر أعرف معنى أو المحتوى، محتوى السفر. والظاهر أنه هيدا السفر هو مثل وصية نهائية. هلأ بالفصل السادس والعدد الأول بيفتح الختم الأول، بس بعد ما عرفنا شو في بقلب السفر. بعدين العدد الخامس من الفصل السادس بيفتح الختم الثالث، لأنه بالعدد الثالث فتح الختم الثاني. بعدين العدد السابع الختم الرابع، العدد التاسع الختم الخامس، بعدين الختم السادس، وبعدين الفصل الثامن والعدد الأول بيقول ولما فتح الختم السابع، يعني فتحوا كلهم، هلأ بنعر شو في بقلب السفر، اللي بيقول حدث سكوت في السماء نحو نصف ساعة. فما عرفنا شو في بقلب الختم، بقلب السفر. طيب بعدين بالعدد السادس بيقول إن السبعة الملائكة الذين معهم السبعة الأبواق تهيأوا لكي يبوقوا. طيب بلشوا يبوقوا، البوق الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، ابتداء الفصل التاسع، بعدين السادس، وبعدين شو صار؟ وصلنا للسادس وما عرفنا، انتهى الفصل التاسع وبعد ما عرفنا شو محتوى السفر. البعض بيقول انه محتوى السفر هو إرادة الله، هو خطة الله، هو العهد القديم يلي ما فينا نفهمه الا في ضوء العهد الجديد، وهلأ عم ينفتحوا الختوم لحتى نقدر نفهم محتوى نبوات العهد القديم. فكل واحد بيعطينا وجهة نظر. البعض بيقول لا، هو إذا بدكم مصير التاريخ ابتداء من الفصل العاشر وما بعد، فكل شيء رح يحدث هو محتوى هذا السفر، لكن ما في جواب واضح بالنص. هلأ إذا بتشوفوا بالفصل العاشر
بقول ثم رأيت ملاكا آخر قويا وبالعدد 2 ومعه في يده سفر، نفس الكلمة بيبليون بس بقول سفر صغير، يعني بيحط صورة التصغير لكلمة هذا السفر، كأنه محتواه هو جزء صغير من هالمحتوى الكبير، أو ممكن يعني نفس الشيء. فوضع رجله اليمين وإلى آخره. والعدد 8 بقول والصوت الذي كنت قد سمعته من السماء كلمني أيضا وقال اذهب خذ السفر المفتوح، وما في كلمة صغير هون بالأصل، خذ السفر المفتوح في يد الملاك الواقف على البحر وعلى الأرض. فذهبت إلى الملاك قائلا له أعطيني السفر الصغير، فقال لي خذه وكله فسيجعل جوفك مرا ولكنه في فمك يكون حلوا كالعسل. اللي بتاخده بيكون حلو كالعسل لكن بجوفك مر. فأخذت السفر الصغير من يد الملاك وأكلته، فكان في فمه حلوا كالعسل، وبعدما أكلته صار جوفي مرا. فقال لي يجب أن تتنبأ أيضا إلى أو على شعوب وأمم وألسنة وملوك كثيرين. فمن بعد ما أكل السفر قال له هلأ بدي إياك تروح وتتنبأ لشعوب وملوك وألسنة وأمم. طيب من وين جاب هالصورة يوحنا؟ من وين جابها؟ إذا بتروحوا معي على حزقيال الفصل الثاني، نشوف إذا منلاقي حزقيال الفصل الثاني. حزقيال الفصل الثاني العدد 8، فأرجوكم اسمعوا معي لحتى تكتمل الصورة. بقول وأنت يا ابن آدم فاسمع ما أنا مكلمك به، لا تكن متمردا كالبيت المتمرد، افتح فمك وكل ما أنا معطيكه. فنظر وإذا بيده ممدودة، بيد ممدودة ممدودة إليه، عفوا، فنظرت فإذا بيد ممدودة إلي وإذا بدرج سفر فيها، فنشره أمامي وهو مكتوب من داخل ومن قفاه، نفس الشيء مثل ما شفنا بالرؤية، وكتب فيه مراث ونحيب وويل وويل. فقال لي يا ابن آدم كل ما تجده كل هذا الدرج واذهب كلم بيت إسرائيل. ففتحت فمي فأطعمني ذلك الدرج، وقال لي يا ابن آدم أطعم بطنك واملأ جوفك من هذا الدرج الذي أنا معطيكه. فأكلته فصار في فمي كالعسل حلاوة. فقال لي يا ابن آدم اذهب امضي إلى وين؟ إلى بيت إسرائيل وكلمهم بكلامي، لأنك غير مرسل إلى شعب غامض اللغة وثقيل اللسان، بل إلى بيت إسرائيل، ولا إلى شعوب كثيرة غامضة اللغة وثقيلة اللسان لست تفهم كلامهم، فلو أرسلتك إلى هؤلاء لسمعوا لك. فلمين أنا بعتك؟ لشعب إسرائيل. فنفس الفكرة، نفس السفر، نفس أكل السفر، وكانت النتيجة قال له هلأ لما أكلت لي كلام فهمت روح وكلم بيت إسرائيل. فبيجي يوحنا بياخذ نفس الصورة، نفس الصورة، وبيقدم لنا إياها، وبالآخر بيقول له الملاك يجب أنك تتنبأ أيضا إلى من؟ مش إلى إسرائيل هلأ، إلى شعوب وأمم وألسنة وملوك كثيرين. فالظاهر أنه محتوى هذا السفر هو إعلان الخلاص لكل هذا العالم، هو شهادة الكنيسة يلي من خلال شهادتها رح توصل ببشارة الإنجيل، مش لمجموعة معينة، إثنية معينة، في بقعة جغرافية معينة، إنما اذهبوا إلى العالم أجمع واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها. فضمانة خلاص الأمم هو من خلال شهادة الكنيسة اللي أخذت من الرب رسالة هي إنه أن نذهب إلى كل العالم. أمين. بالحديث عن إسرائيل وبالحديث عن الحكم الألفي إجانا سؤال بيقول أسيس حكمت، نعم. أنت بتعرف أنه معظم الكنائس الإنجيلية بالغرب تؤمن أنه الملك الألفي للمسيح بطريقة تجعل إسرائيل وكأنهم هن لازالوا شعب الله المختار، وهيدا مشان هيك هن يرسلون لهم المال وما إلى ذلك. فما هو دورنا كمسيحيين شرقيين في تصحيح المفاهيم ونشر السلام في بلادنا؟ نكتب كتب باللغة الإنجليزية. مش صحيح إنه عدد، إنه كل أو عدد كبير من الإنجليين بالغرب اليوم بيدعموا إسرائيل
ما بعتقد هذا الشيء صحيح. على المستوى اللاهوتي نسبة بعتقد شيء 5% فقط من اللاهوتيين. هلا إذا في بعض رعاة الكنائس يلي عندهم ميل عاطفي معين، بس هيدا ما بيمثل المجتمع الإنجيلي برأيي بشكل عام. لكن على مستوى اللاهوت التعليم واضح، حتى من المدارس التدبيرية القديمة يلي تغيرت وصارت progressive dispensationalist، إنه بطلوا يفصلوا بين إسرائيل والكنيسة، وكأنه الله عنده تدبير خاص لإسرائيل. لكن إذا الله بنهاية الزمن عدد كبير من اليهود تعرفوا على المسيح ورجعوا واختبروا الخلاص، هن بيصيروا في الكنيسة، لأن الكنيسة هي من الأمم ومن اليهود الذين آمنوا بالرب يسوع المسيح. فبعتقد هيدا التعليم القديم تقريبا عم نخلص منه، لكن بيبقى في جزء بسموه الصهاينة أو إلى آخره يلي بيدعموا إسرائيل. نحن أكيد منا منهم، نحن تعليمنا هو تعليم الرب يسوع المسيح العهد الجديد يلي في بيسوع المسيح. يسوع هو إسرائيل الجديدة. أمين. إذا بتقري مثلا بيوحنا 15 لما قال الرب يسوع المسيح أنا هو الكرمة، كل يهودي بيقرأ العبارة بيعرف بالعهد القديم أنه الكلام عن إسرائيل وكيف أنه هو كرمة طلع من مصر وجابها إلى أرض الموعد. فأنا هو الكرمة، يسوع عم بيقول أنا هو إسرائيل الحقيقي، أنا في تتحقق الوعود، أنا هو الرجاء العالم. أمين. وإلى آخره. أمين. سؤال كمان إجانا على الفيسبوك بيقول ما هي الأسباب التي تجعلنا نقول أن الكاتب هو يوحنا الرسول؟ نعم، سفر الرؤيا بيقول أن الكاتب هو يوحنا الشيخ، ما بيقول يوحنا الرسول. لكن أباء الكنيسة أغلبيتهم بيقولوا أنه هذا هو يوحنا الرسول. النقطة الثانية، لو هيدا نص منحول، بتعرف يعني نص منحول؟ يعني مثلا أنا كاتبه وبنتحل اسم رسول، بقول أنا هيدا مرقس الرسول أو مرقس أو بطرس أو كذا أو كذا. لو هيدا النص هو نص منحول، كان الكاتب قال اللي عم يكتب هو يوحنا الرسول، لكن ما استعمل كلمة يوحنا الرسول، ما كان بحاجة إنه يثبت حاله لأنه هو يوحنا الرسول، فحط يوحنا الشيخ لأنه كان معروف. وأكثر من هيك، هذا النص اعتمدته الكنيسة الأولى واعتبرته هو نص مقدس. هلا يمكن اللي عم يسأل لأنه عنده اطلاع على النص اليوناني وبيعرف إنه الأسلوب المكتوب فيه بيختلف عن مثلا رسائل يوحنا أو إنجيل يوحنا، الجواب هو لأنه عم يكتب نوع من الأدب الرؤيوي يلي بيستخدم صور معينة، أو لأنه اللي كاتب هو يوحنا والمدرسة اليوحناوية، فمش ضروري يكون الكاتب شخص واحد، هو الجماعة. نحن عايشين بعالم يلي فيه كتير تركيز على الشخص على الفرد، بالوقت القرن الأول كان التركيز على الجماعة، الله زرع كنيسة جماعة. ويوحنا لما كتب إنجيله بالآخر في مين صادق على كلامه، فدائما في جماعة يلي بتدعم كلام الرسول ويلي بتثبت إنه كلام وبتصادق إنه كلام الرسول هو كلام صادق. فهذا هو الجواب. لكن هل عنا تأكيد 100%؟ كلا ما عنا. أوكي. نعم. بالفصل العاشر الآية 7 بيقول بل في أيام صوت الملاك السابع متى نعم. أزمع أن يبوك يتم أيضا سر الله كما بشر عبيده الأنبياء. شو نعم. هو هيدا السر؟ كيف نفهمها هيدي الآية؟ أول شيء لازم نفهمها بالسياقة، والسياقة صعب لأنه السياق المباشر ما في جواب شو يعني يتم أيضا سر الله. شو يعني سر الله هنا؟ البعض بيروح على 1 كورنثوس 15 وعلى عن كلام بولس اللي بيحكي عن السر، وهذا سر أقوله لكم لا نرقد جميعنا بل نتغير، فبيربطوا هذه العبارة بالاختطاف. لكن هذا خطأ تفسيري، لأنه لازم نترك يوحنا هو يقلنا شو المقصود بالسر مش نروح لعند بولس ب 1 كورنثوس 15. بعتقد إذا بنرجع على الفصل السادس، لأنه مكتوب يتم أيضا سر الله كما بشر عبيده الأنبياء، كأنه سبق وقال لهم، فيمكن بالفصل السادس والعدد العاشر مكتوب وصرخوا بصوت عظيم قائلين حتى متى أيها السيد القدوس والحق لا تقضي وتنتقم لدمائنا من الساكنين على الأرض. هودي اللي استشهدوا وبدهم قضاء الله، عم بقول إلى متى؟ أمتين بده يتحقق هذا السر؟ أمتين هذا الشيء بده يصير؟ فكان الجواب هو هنا أنه هلأ إجا الوقت أنه الله بده يدين. السر الله انكشف، هو دينونة الله، عقاب الله على الأشرار.
الاحتمال الثاني إذا مروح على الفصل 11 والعدد 15، ثم بوق الملاك السابع فحدثت أصوات عظيمة في السماء قائلة: قد صارت ممالك العالم لربنا ومسيحه، فسيملك إلى أبد الآبدين. فبيكون المعنى هنا أنه سر الله، يعني هيدا اللي انكشف هو تحقيق ملكوت الله على الأرض من خلال شهادة الكنيسة وعمل الكنيسة. النقطة منا سهلة، الآية صعبة. سر الله كما بشر عبيده الأنبياء. المهم هو بلا شك تحقيق ملكوت الله، مشيئة الله، خطة الله على الأرض، وانكشف هذا السر بالرب يسوع المسيح. آمين. نحن بعد عنا كتير أسئلة هون إجتنا، بس حابة أترك لكم الفرصة إذا حدا عنده سؤال. في حدا عنده سؤال بحب يطرحه هلأ على أسيس حكمت؟ شكراً أسيس حكمت على هيدي المواعظ، كتير في سفر رؤيا كتير سهلت علينا. يعني عندي سؤال بخصوص استخدام يوحنا الرسول للصور المجازية المقتبسة من العهد القديم، في حين أنه بيرسل السفر ده لكنائس أممية ما عندهاش فكرة كتير عن العهد القديم والصور المجازية. هل كان بيتوقع أنه في أسقف راح يشرح لهم هيدي الصور المجازية عشان يقول لهم إيه المقصود بالضبط، خاصة الكنيسة الأممية؟ ده سؤال. ممكن أسأل سؤال تاني؟ تفضل. أوكي. أنا جاي طبعاً من مصر، والكنيسة المصرية حالياً متألمة كتير. فإيه انطلاقاً من رسالة سفر الرؤيا ضد الإمبراطورية الرومانية اللي كانت ظالمة ومضطهدة وهكذا، لو حابب توجه رسالة للكنيسة المصرية تعمل إيه؟ مش في وش الاضطهاد، في انعزالها عن المجتمع وعن السياسة وعن الدولة أو مساومتها وبعض الحاجات. نعم. بالنسبة للسؤال الأول، سؤال عميق ومهم. هلا أنا برأيي الكنائس اللي كانوا موجودين بآسيا الصغرى، عدد كبير منهم كان في مؤمنين من خلفيات يهودية كانوا في الشتات، مش ضروري يكونوا أمم خلفيتهم أممية وما عندهم اطلاع على العهد القديم. الهم الكاتب سفر الرؤيا إنه يقلنا أول شيء، إذا بدك تفهم سفر الرؤيا ما فيك، إذا بدك تعرف قديش بتعرف من العهد القديم دروس سفر الرؤيا، قري سفر الرؤيا بتعرف قديش عندك اطلاع على العهد القديم. فهم الكاتب يقلنا إنه كل نبوات العهد القديم، دانيال، حزقيال، كل هالأماكن يلي شعب الله في العهد القديم كان ينتظر تحقيقها، تحققت بشخص الرب يسوع المسيح، أهم شيء بموته على الصليب. كانت توقع إنه يجي أسد، لكن اللي شافه هو خروف مذبوح. فهذا الذي ذبح على الصليب هو الأسد المنتصر. فكان همه أنه يقلنا تحقيق النبوات كلها تمت بطريقة غير مباشرة أو بطريقة غير متوقعة، بطريقة غير متوقعة في الرب يسوع المسيح يلي بيجمع الاثنين. هلأ هل كان في أمم؟ نحن بعدنا بالبداية. إذا انكتب هالسفر بال95 للميلاد ماكسيموم، البعض بيقول بالستينات، فأكيد المجموعة الأكبر كان عم يحكي مع مؤمنين من خلفيات يهودية كان عندهم معرفة عميقة باللغة اليونانية. بلا شك كانوا يحكوا يوناني ويعرفوا يوناني بشكل جيد جدا لأنه كتب لهم باللغة اليونانية. وكان في بعض الأمميين يلي دخلوا إلى الكنيسة، بعتقد خليط من الاثنين هو الأصح. بالنسبة للكنيسة بمصر المتألمة، الانعزال سهل، ويمكن كلنا بنشعر بوقت من الأوقات أنه تعبنا من الألم والاضطهاد، خلينا ننعزل. وهيدا كان شعور الكنيسة الأولى أخ إليا، وهيدا كان ألم الكنيسة، وعم بتشوف الاضطهاد يتفاقم ويزداد مش عم بيقل. من هون الصوت النبوي أنه ننظر للتاريخ من نظرة إلهية مش من نظرة بشرية. فلما انكشفت السماء وحطينا النظارات السماوية، شفنا أنه الاضطهاد واستشهاد المؤمنين علامة انتصار المسيح. لماذا؟ لأنه هيدا المؤمن عنده استعداد يواجه الموت كشهادة أنه الحياة أقوى من الموت، كشهادة أنه قيامة يسوع المسيح حقيقة، وكان بفرع عم يستقبل الموت لأنه بطل الموت. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ فللكنيسة المتألمة بمصر أو في كل في أماكن أخرى بالشرق الأوسط، منقول يجب أن نقاوم نقاوم نقاوم، حتى بدمائنا نقاوم، لكن مش نسفك دماء الآخرين، لكن نعطي حياتنا
من أجل الرب يسوع المسيح اللي أعطى حياته من أجلنا، والنتيجة ستكون بلا شك الانتصار، لكن يجب أن نصبر إلى النهاية. شكرا. أمين. حد عنده سؤال بعد؟ أسيس أسعد. شكرا أسيس لأجل سفر الرؤيا، وبشوف حقيقة فعلا يعني جراءة منبر أن نخوض في سفر غامض وسفر حواليه له مشاكل، والكثير من كنايسنا ورعاتنا يتجنبوا دراسة سفر الرؤيا. فحقيقة نفسنا نحييك وندي تحية للأسيس على الوقت اللي تعلمنا فيه في سفر الرؤيا. شكرا لك. في شيء ومبدأ عام أنا بشكر رب لأجل الكشف الجديد في سفر الرؤيا ليا كحدا سنين في الإيمان وراعي، ولكن بشكر رب لأجل الكشف الجديد تعلمت من خلال درس سفر الرؤيا في الكنيسة. في مبدأ مهم اللي هي الصورة تتقدم على الكلام والمجازي يتقدم على الحرفية، هذا المبدأ اللي تعلمناه في سفر الرؤيا مع حضرتك. بس فكرة عندي سؤالين متعلق بفصل 20 وفصل 21، بس عشان هترك الوقت أو مجال هتكلم على فصل 21 بيتكلم عن مواصفات، لما بيتكلم عن فردوس، وزي ما حضرتك أطلقت الفردوس المفقود بنشوفه في الفردوس مردود، إذا كان اتسلف في التكوين بنشوفه هون ب 21 فردوس مردود. هل لما بيتكلم عن أورشليم نازلة من السماء بتكلم فكرة إن هي تكون نازلة من عند الله، نازلة من السماء، وهل هي تكون زي ما تعلمنا كمان مش نكون طايرين في الهواء لكن في حكم مع الله، هل ده هيكون على الأرض النازلة من السماء، ولا زي ما بيقول البعض تحترق، زي ما بيستشهد أبو بطرس تحترق الأرض والمصنعات اللي عليها كل الأمور ده، فهل يعني هتكون شيء مش هنقول عالم آخر ولا عالم جديد؟ نعم. إذا منرجع للفكر اليهودي خلف النص، الله لما خلق الخليقة كان عمل حسن، صح؟ ولتبقى مش لكي تزول. ففكرة إن الأرض تزول هالمفهوم غريب عن فكر العهد القديم والعهد الجديد عامة. وفي مدرستين اليوم، المدرسة الأولى يلي بتقول سماء جديدة وأرض جديدة، المقصود فيها انه هيدي الارض كلها رح تروح والسما كمان، غريب السؤال، كلهم رح يروحوا ويجي محلهم شيء جديد. والمعنى يلي انا برجحه، التفسير اللي بفضله، هو المقصود فيها نظام جديد، سماء جديده وارض جديده، يعني لما عرش الله يصبح بيننا بشكل كامل ومكتمل، لانه هو حاضر بيسوع المسيح لكن يكتمل بمجيئه النهائي، ساعتها لما الله يحضر بقوة في الوسط تتجدد وجه الأرض، كل الأنظمة الشريرة تندثر، ببطل في ظلم وبتتحقق العدالة والسلام الحقيقي يلي الأمبراطورية ما قدرت تقدمه. فأنا مع يلي بيقولوا أنه سماء جديدة وأرض جديدة، يعني نظام جديد يملك فيه الله بشكل كامل. نحن لا نؤمن أنه الشخص يلي بيموت، أوكي، نحن أنه من بعد الموت بنصير أرواح تطير في الهواء، نحن نؤمن بالقيامة، قيامة الأجساد، لأنه الله افتدى ليس فقط الروح لكن النفس والجسد كمان افتداء كامل. فلأنه الإنسان مفدي بكل ما للكلمة من معنى، نحن سنقوم كما قام الرب يسوع المسيح من بين الأموات، فقيامة جسدية. نحن منه فكرنا هليني قديم أنه نحن أرواحنا رح تطاير فوق المياه وأماكن أخرى، أبدا. نحن نؤمن أنه هلأ الذين يموتون هم في المسيح لاشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح، ذاك أفضل جدا، لكن نتوقع قيامة، قيامة الأموات، وهالقيامة هي قيامة بالجسد بأجساد ممجدة غير قابلة للضعف، ونملك مع المسيح إلى أبد الأبدين على هالأرض، على كل هالكون، بكل هالكون كله، هيدا ملك بين السماوي وسيكون لنا. آمين. حدا بعد عنده سؤال؟ إذا عندك أسئلتي يمكن. عندي أسئلتي وعندي سؤالين كمان على الفيسبوك. واحد منه بيقول أسيس حكمة، لقد أشرت حضرتك أن الصورة تتقدم على الكلام والمجاز يتقدم على الحرفية. سؤالي حول الفصل 20 من سفر الرؤيا، أن الشيطان مقيد، لكن ماذا عن مشكلة الشر وانتشاره إذا الشيطان مقيد؟
اليوم. هلأ سبق وعص عن هالموضوع أنه قيد الشيطان بيحمل معنيين. المعنى الأول أنه سيقيد بالمستقبل بحكم الألفي، أو المعنى الثاني أنه قيد على الصليب، لأنه المسيح أشهر جرد الرياسات والسلاطين أشهرهم جهارا ظافرا بهم فيهم، فهذا المقصود. والمسيح قال كمان أنه لما أخرج الشياطين وسئل عن هذا الأمر، قال إذا بتروح على بيت أول شيء بتأيد بتربط صاحب البيت، والمقصود فيها الشيطان. والمسيح أيضا قال رأيت الشيطان نازل من السماء ساقط كالبرق من السماء. فالقيد مش معناتها يعني هو لو يعمل بقوة كاملة الشيطان خينا ما كان سأل السؤال، ويمكن كلنا ما كنا موجودين بهذا المكان. سؤال تاني كمان بيقول في سفر الرؤيا آيات تتحدث عن أشخاص مختارين لدخول الملكوت وليس العالم أجمع، هل من توضيح أكثر؟ يعني بيحكي عن بسفر الفصل 20 مثلا، بيقول وسلم ورأيت الأموات صغارا وكبارا واقفين أمام الله، وانفتحت أسفار، وانفتح سفر آخر هو سفر الحياة، ودين الأموات مما هو مكتوب في الأسفار. فكل الموجودين بالأسفار غير سفر الحياة اندينوا بالهلاك. الدين هون الدينونة مقصود فيها للهلاك. وطرح الموت والهاوية في بحيرة النار، وكل من لم يوجد مكتوبا في سفر الحياة طرحها في بحيرات النار. كيف مندخل في سفر الحياة بحسب سفر الرؤيا؟ من خلال الغلبة يلي هو الإيمان والأمانة. عندما نؤمن بالرب يسوع المسيح نصبح فيه لنا الحياة الأبدية، وبيشجع الكنيسة على الثبات والمثابرة والغلبة حتى النهاية. فهل هيدا الشخص يلي آمن هو مختار؟ هيدا موضوع طويل، فيني جاوب باختصار بس ما بعتقد بفيد هلأ الجواب. بإصحاح 13 من الآية 11 للآية 18 بسفر الرؤيا بيحكي عن الوحش الخارج من الأرض اللي بده يجبر الكل يسجدوا له ويعبدوا. وبيحكي عن الرمز 666. مين هو هيدا الوحش وشو بيعني هالرمز؟ بدنا نقريهم، ما بعرف قديش عنا وقت بعد. بس ثم رأيت وحشا بالعدد 11 من الفصل 13 طالع من الأرض، لأنه قبل منا كان في وحش طالع من البحر، وقلنا هيدا الإمبراطورية الرومانية مثل ما السفن كانت تأتي من روما وتطل على الشعب في آسيا الصغرى. هيدا الوحش طالع من الأرض. من وين الأرض؟ يعني من آسيا الصغرى، يعني هودي الأنبياء الكذبة يلي كانوا يروجوا للإمبراطورية الرومانية. وكان له قرنان شبه خروف، يعني بيدعي أنه حمل، يتكلم كتنين، يخدع الناس، ويعمل بكل سلطان الوحش الأول وأمامه، ويجعل الأرض والساكنين فيها يسجدون للوحش الأول الذي شفي جرحه المميت. يعني هو يلي عم يعمل دعاية لعبادة الإمبراطور أو الآلهة في الإمبراطورية الرومانية. فكل واحد بيضل الناس، بيخدع الناس، والمسيح قال سيأتي مسحاء كذبة يضلون الناس. فكل واحد بيضل الناس وبيبعدهم عن عبادة الإله الحي، بيكون هو هذا الوحش يلي طالع من الأرض باختصار. هلا رقمه 666 بالعدد 18، هنا الحكمة من له فهم فليحسب عدد الوحش، فإنه عدد إنسان وعدده 666. وعدد 666 ينطبق بالأحرف العبرية على نيرون قيصر، قيصر نيرون، قيصر نيرون. أو كلمة وحش، حتى كلمة وحش باليوناني بتحمل رقم 666. فالمعنى إما الإشارة إلى نيرون، أو يلي بيجي بروح نيرون وبيضطهد كنيسة المسيح، أو المقصود فيها رقم مجازي يعني النقص أو منتهى النقص، نقص النقص، لأنه ستة علامة النقص، ستة 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 منتهى النقص. ما تنتظروا شخص اليوم يجي وعلى جبينه رقم 666. كل شخص، كل مؤسسة، كل نظام، كل حكم يضطهد كنيسة المسيح هو هذا الوحش. كم سؤال بعد في أسألك سؤالين؟ ما بدك، فعندك. أوكي. بسفر الرؤيا 19 آية 16 بيقول. أي عدد؟ سوري. 19. إصحاح 19. عدد 16. بيقول وله على ثوبه وعلى فخذه اسم مكتوب ملك الملوك ورب الأرباب. نعم. ليش على فخذه؟ باختصار لأنه كان الفارس لما يكون منتصر وراجع من الحرب
بتعرفوا اللي قاعد على الفرس تبعه يتطاير ثوبه ببين فخذه، وهونيك بيكون في عليه الاسم. فهنا في عنا اسم يسوع المسيح، لقبه هو ملك الملوك ورب الأرباب. أمين. ليش بيقول الملك برؤية 22 آخر إصحاح الآية 10 بيقول لا تختم على أقوال نبوة هذا الكتاب لأن الوقت قريب؟ لأنه عم بيذكرنا بدانيال 12 يلي بيقول له لدانيال من بعد ما أعطى النبوة اختم وسكر هذا السفر واختم على أقوال النبوة، لأنه بعد ما إجا الوقت. فهلأ عم يكشف لنا أنه ملء الزمان أتى، إجا الرب يسوع المسيح. ما تختم لأنه بدنا ناخد هالرسالة وننشرها في كل هذا العالم، فتحققت النبوات بشخص أمين. الرب يسوع المسيح. أمين. نفس الإصحاح نعم الآية 19 بتقول، وهيدي كمان غير أنه أنا عم بسألك إياها، في ناس كمان عم يسألوا عنها، بيقول إن كان أحد يحذف من أقوال كتاب هذه النبوة يحذف الله نصيبه من سفر الحياة ومن المدينة المقدسة ومن المكتوب في هذا الكتاب. نعم. سؤال هو هل أسامينا أو أسامي المؤمنين بتكون مكتوبة وتحذف من سفر الحياة؟ نعم. أو تكتب عند الإيمان؟ هيك مكتوب، يحذف الله نصيبه، كأنه الله بيقدر أنه يمحي اسم، مثل ما هو بيكتب اسم بيمحي اسم. ما بعتقد هون الموضوع هلأ عم بيفكر بعقيدة الاختيار، إذا هذا هو سؤال الناس. بعتقد عم بيقول هلأ الشخص يلي بيؤمن بالارتداد بيقول أنه إيه، إذا ما بتحفظ أقوال هالنبوة بتزيد عليها أو بتحذف منها، الله بيحذف اسمك. لكن الأشخاص اللي ما بيؤمنوا بالارتداد بيقولوا إنه هيدا هون في تنبيه، في تحذير، في تهديد، لأنه هيدا أسلوب كان يستخدم بالعهد القديم، مش معناتها إنه هيدا الشيء رح يصير. فإذا شخص فعلا مؤمن هو رح ما رح يحذف من كلمة الله، وما رح الله يحذف اسمه من سفر الحياة. أنا بآمن إنه الله ضامن خلاصي لأنه هو بي السماوي، وبنفس الوقت أنا بآمن إنه أنا عندي واجب ومسؤولية إنه كل يوم امتحن نفسي قدام كلمة الرب. ففي إطار العبادة أنا بقول يا رب أنت اخترتنا، أنت خلصتنا، أنت افتديتنا. بإطار التلمذة وحياتي الشخصية والكرازة أنا بقوم بواجباتي، بعيش حياة مقدسة قدام الرب، ما بتهاون، وبنادي بيسوع المسيح وبدعي كل إنسان يتعرف على المسيح، لأنه مشيئة الله أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. أمين. أسيس حكمت، يعني كلامك ما بينشبع منه. أنا بتذكر من كم سنة قلت وقت أخذت شهادتي الليسانس، قلت أنا بعرف كل شيء بالكتاب المقدس، بس رجعت بعدين بس أخذت الماجستير قلت أنا في قصص ما بعرفها، اكتشفت في قصص ما بعرفها. ووقت أخذت شهادة الدكتوراه باللاهوت اكتشفت أني ما بعرف شيء، بذكرك قلت هالجملة وبعدها براسي. وبقول اليوم إذا ما بتعرف شيء وهالقد عم تعلمنا قصص ومعلومات هالقد قيمة عن الكتاب المقدس، فكم لو عن جد بتقول بعرف كل شيء. بشكرك على تواضعك، هيدا شيء بنتعلم منه. بشكرك كتير على أمانتك بتعليمك للكلمة، ودايما بتحرص على تعليم الكتاب المقدس مش على رأيك أنت شو بيقول، وهيدا شيء كمان مؤثر جدا. بنهاية هالسلسلة اليوم هيدا آخر وعظة بسلسلة سفر الرؤيا، شو في رسالة أخيرة بتحب تتركها لنا وللمشاهدين اللي عم يحضرونا؟ أول شيء المشاهدين أحبائنا، إذا عندكم أسئلة بعتولنا إياها، منحب نجاوبكم، لأنه بعد في كتير أسئلة بسفر الرؤيا. أكيد نحن منعرف بعض العلم، بعض الشيء، وبيجي الوقت يلي فيه الرب هو بيكشف لنا كل أسراره. فنحن قدام الكلمة، الكلمة منحطها على راسنا، وهدف هالسلسلة درسناها نتعمق بكلمة الرب لحتى أعطيكم حب تحبوا كلمة الرب. فإذا أنت بتخرج من هالمكان وعندك شوق لهيدي الكلمة بيكون تحقق الهدف. فنحن تلميذ هالكلمة ومنستمر بدراستنا لهالكلمة إلى مجيء الرب يسوع المسيح. فمن خلال دراستنا لسفر الرؤيا تعلمنا قديش هيدا السفر مهم لحياة الكنيسة اليوم. وبدي شجعكم تعيشوا إيمانكم من دون مساومة، تحب الرب من كل قلبك، تعيش لإله كل عمرك، لأنه جاي الوقت يلي فيه بده يملك إلى أبد الأبدين. خلي عينيك عليه، خلي عينيك على الأبدية،
وعيش بأمانة إلى يوم مجيء الرب. فبشكر رب من أجلكم، بشكر رب من أجل الكنيسة اللي فتحت لي كمان هالمجال أني أعلم سفر صعب. ما بعرف حدا علم سفر الرؤية نهار الأحد الصبح، بس بتشكركم على إصغائكم، ورب يبارككم جميعا. شكراً.